ليدرشيب فقرة من خلالها بنحكي نحن وياكم مشاهدينا عن قدرات القائد، عن المعايير يلي من خلالها شخص بيقدر ينجح بقيادة أو لا. فكرة القائد الزعيم عم تتغير ونحن مصرين إنه نغيرها أيضا بهالفقرة من ليدرشيب. اليوم رح نحكي عن إدارة فريق العمل مع شارل صليبة، اختصاصي ببناء القدرات والتدريب. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. منروح شوي بزنس معك، بنحكي شوي إداريا كيف لازم يصير، لأنه أكيد. القائد بده يكون إداري، والإداري صح. لازم يكون قائد. 100% إدارة فريق العمل، أول شيء شو أهمية فريق العمل وليه مهم أنه نحن نشتغل على هالفريق من كل النواحي مش بس بالشغل؟ نعم، شكرا لك رانيا، لأنه عم نتطرق لهيدا الموضوع يلي هو كتير مهم، وهالموضوع فيه يعني خلينا نقول بعض المغالطات يلي يعني تؤخذ هيك سهوا او بتروح سهوا بمعالجه الموضوع. اول شيء خلينا نركز وناكد انه موضوع فريق العمل هو موضوع علمي، يعني هو مرتبط مباشره كنا عم نحكي عن البزنس، مرتبط مباشره بموضوع الانتاجيه. نحن بنعرف انه هدف الاعمال بشكل عام هو طبعا خاصه الفور بروفيت، انه يقدروا ينتجوا كميه اكبر ليقدروا يبيعوا اكثر ويطلعوا مصاري اكثر. فالانتاجيه مرتبطه بشكل كثير كبير بالكاباسيتي، يعني القدره على الانتاج. القدره على الانتاج منين بتجي؟ بتجي اما من عنصر البشري واما من العنصر التكنولوجي واما من اثنين. يعني بنعرف نحن بمصانع السيارات الكبيره جزء كبير من السيارات صارت عم تتصنع من خلال الروبوتس، وفي اكثر بشق قطاع الخدمات جزء الاكبر من الانتاجيه بتجي من الموظفين. فالحاجه الى كاباسيتي بتفرض الحاجه الى فريق عمل، وهالفريق العمل كل ما كان متجانس وكل ما كان فهمان لدوره كل ما قدر يعمل انتاجيه اكبر. نعم. فبكل بساطه هيدي بتحدد ليه نحن لازم نشتغل كفريق. بس حكينا موضوع يعني كثير مهم، حكيت عن الروبوتس وحكينا عن الموارد البشريه. نعم. وهون الفرق الكبير، يعني الروبوت هو ماشين عم تشتغل بشكل دائم، بشكل اوتوماتيك، بشكل سيستماتيك. بينما هون الفرق بين الموارد البشريه انه هون في باكج كامل، يعني في صح. الانسان، نحن عم نشتغل مع الانسان صحيح. مع كل ذكاه، مع كل علمه، ولكن ايضا مع كل عواطفه صحيح وحياته وطبعه وكل هالقصص. نعم. وهون الصعوبه، بفتكر الصعوبه مش انه نلاقي ناس عندهم قدرات او معلمين او عندهم شهادات، موجودين صح. بس الصعب هو إدارة هالشق الإنساني من فريق العمل. خلينا نقول صحيح 100%، يعني صبتيها 100% رانيا، لأنه اليوم هيدا اللي قلت لك إياها بالبداية، أنه في مغالطات بالنسبة لفريق العمل. نعم. صحيح الماشين هي ماشين بالنهاية، أوكي أكيد صرنا بعصر الارتفيشال انتليجنس وصارت الماشين هي ليرنينج ماشين، يعني هي عم تشتغل كمان تتعلم، بس فينا نقول أنه بدرجة كتير كبيرة، خلينا نقول فوق 98-99%، هالماشين هي ديبندنت فاريبل، يعني هي شيء فيك تعتمد عليه، برمجتيها تعمل اي بي سي بتعمل اي بي سي، نقطة على السطر، ما ممكن او فيري فيري ريرلي انه ممكن تعمل شيء ثاني. خربت. اما بالنسبة للفريق العمل او طبعا للعنصر البشري، العنصر البشري منه ديبندنت فاريبل، العنصر البشري هو اندبندنت فاريبل، وبالتالي قد ما قدرت انت تعملي له بروجرامينج، هالبروجرامينج عم يتفاعل مع بروجرامينج اوريدي موجود فيه للانسان، فانت اليوم تجي لانه بنعرف انه الشركات بتعمل تدريب على إدارة الفريق، روحية الفريق، كيف بنشتغل سوا، بتوزع الأدوار، بتوزع المسؤوليات، جوب ديسكريبشنز، فكل واحد لازم، فأنت بتطلع بتقولي طب يا خيو أعطاني الجوب ديسكريبشن، شرحنا له شو الوظيفة، ودربناه، وأوريدي هو جاي من الجامعة متخصص بهالمجال، لازم يكون كتير ممتاز، خيي لا، هيدا external programming أنا عم بيجي طبقه على إنسان أوريدي معمل له programming ببيته، معمل له programming بخبرات حياته، بتفاعله قبل بوظيفته السابقة. كتير أوقات في ناس بيجوا من غير شركات ما بيقدروا يشتغلوا كفريق لأنه يكون حاملين ثقافة البزنس السابقة. وهون التحدي واللي بيجيبنا لموضوعنا إدارة الفريق، إذا أنه بده يكون مدير الفريق أو قائد الفريق اللي بدك تسميه عنده قدرات تواصلية كبيرة بالتواصل، بحل المشاكل، بالتفاوض، بالتحفيز، بالقدرة على تحديد القدرة، أو يقدر يعرف مين اللي مميز عن مين، أوكي، لا يقدر يجي يقول أوكي فاين أنا بدي استخرج من هالفريق البرودكتيفيتي، اللي نحن عم نقول إنه
في مفهوم كتير كبير غلط انه خي انه الفريق انه لانه الناس تكون مبسوطه ومرتاحه وهيك وبتعطي انتاجيه اكثر. خي لا، ما لها الأد ولا هالقد يعني. البزنس بدها تطلع مصاري، والمصاري بدها انتاجيه، والانتاجيه بدها فريق عمل عم يشتغل مزبوط. هي هي القصه، ما حدا جاي يلعب يتسلى بالشغل. صحيح يعني. وفي مدرستين هلا، طبعا في مدرسه صارت اقدم من الثانيه. في المدرسه يلي بتقول انه بدنا نروح على الشغل، بدنا نفصل كل شيء ونشتغل. بس يعني نشتغل بدماغنا فقط لا غير، ما في محل العواطف، ما في محل التعب، ما في محل مشاكل الحياة اللي عايشين فيها. المدرسة الثانية يلي بتقول مثل ماسلو يلي هو بلش فيها بهالهرمية يلي عملها، انه لا، هيدا انسان متكامل. نهار يمكن عنده مشكلة كتير كبيرة وما قادر يحلها، نهار يمكن عنده مشكلة مع شخص زميل لقاله بالشغل وما انه قادر يشتغل معه، خلص يعني عمل بلوكاج على الموضوع. وغيره وغيره، نهار بيكون مريض، نهار بيكون تعبان، وإلى ما هنالك. أي مدرسة اليوم معتمدة؟ وكيف نقدر بفتكر نعمل بالانس يعني بين اثنين، بين الفكرة يلي ذكرتها حضرتك يلي هو أنه بدنا نجي نشتغل نطلع مصاري، وبين صحيح. فكرة أنه كيف بدنا نشتغل نطلع مصاري إذا نحن مش مرتاحين؟ صحيح. خصوصي هلأ بلبنان يعني عم نحكي عن مشاكل المعاشات، عن فرق الأسعار، عن عن عن. صحيح. خير الأمور الوسط رأيي. نعم. خير الأمور الوسط. صحيح في مدرستين. ولأنه الإنسان هو independent variable، فحكماً ما في شيء مدرسة بالمطلق هي المدرسة الصحيحة. يعني مثل الإيديولوجيات السياسية، إنه في أحد بيقول لك الشيوعية هي الإيديولوجية الألتيميت يلي هي classless society، وفي ناس بيقول لك الاشتراكية، في ناس بيقول لك ديمقراطية، بس نحن كلنا بنعرف إنه كل وحدة لها حسناتها وسيئاتها. نفس الشيء بالنسبة للمقاربات لإدارة الفريق أو للإنتاجية أو لهالمدرسة. طبعاً المدرسة اللي بتقول إنه نحن بنترك مشاعرنا بالبيت وعواطفنا وتحدياتنا ومنجي على الشغل ونحن بس بنشتغل، برهنت عن ضعف كتير كبير بكتير من المجتمعات. لأنه شفنا نتائجها، وهون عم نحكي علمياً، أنا ما عم نظر يعني هيدا، عم نحكي علمياً، شفنا نتائجها على المنتل هيلث بالسوسايتي. نحن إذا منراجع الهيلث كير إيشوز يلي واجهتها أوروبا، عم ركز خليني أقول على أوروبا لأنه كانوا كتير أخدين الإشياء تو هارت بموضوع المشاعر والعواطف، حتى امريكا كمان تو سيرتن اكستنت، عم نحكي يو اس اي، برهنت انه خلقت بالمقابل بريشر كثير كبير على الحاله النفسيه والعاطفيه والفكريه للموظف، خلت الموظف يكون بمحل معين منتج وفعال بعمله، وانما بشكل كثير كبير ما بدي اقول فاشل، غير منتج وغير ناجح بحياته الشخصيه. ليش؟ لانه كان كل وقته وكل جهده وكبت المشاعر، كبت شو هو اللي بفكر فيه، عدم التوازن بين القيم الشخصيه والقيم اللي بتعطيها المؤسسه، خلت الانسان يحس حاله بمحل معين كانه شوي باي بولر، انه انا بدي اروح البس ماسك وروح على الشغل، ما احس بشيء، ما اعيش قيمي، بغض النظر اذا ايام اجتماعيه ولا دينيه. نعم. وبرجع انا على بيتي سياسيه، يعني لان لبنان هيدي انكلود مثلا بلبنان. ايه نعم، ما فينا بقى الانسان صار بحس حاله هيبوكريت. واكثر شيء بياثر على حاله الانسان النفسيه والعاطفيه هي انه يعرف حاله انه هو هيبوكريت، يعني مثل بقولوا بوجين بس بينه وبين ذاته، لانه ما حدا بيقول لك انا هيبوكريت. فهيدا برهنت هالمدرسه انه يعني ما اعطت نتيجه، اكيد عم تعطي نتيجه بالانتاجيه بس فيها تعطي اكثر. اكزاكتلي اثرت على الانسان. نعم. ولمسناها من بعد الكورونا انه في جزء كبير من الموظفين قرروا يستقيلوا طوعا، ما بدهم، ما بقى بدهم يشتغلوا، ما بقى بدهم يعيشوا هيدا الرات ريس يلي هي ركض بركض بركض بدون ما انا يكون عندي ستيب باك هيك او سبيس لحتى انا افكر بحالي وافكر بهيك. اون ذا اذر سايد كمان في السكول الثانيه اللي بتقول انه خيي لا، بده يرتاح الموظف، بدنا نريح ونغنجو ونتشتو كل هالاشياء كمان هيدي، يعني ما رايحين نشتغل نحن، ما رايحين نتغنج وموتيفيشن وكذا. شفنا كمان متى هيدا الموضوع يعني للموظف انهرق صار هيك. اذا بدك انه لا، عم نحكي واقع، طلع بفرنسا شو صار. صح. يعني بفرنسا اخر شيء بلشوا بدهم يشتغلوا 35 ساعه بالجمعه، وبالاخر بده يفكروا ب 30 ساعه بالجمعه. وهلا بعد ما خلصنا الكورونا في كثير شركات صاروا يعني انحكى بترند بمعنى بعالم اداره الاعمال والموارد البشريه، انه بركي نحكي 4 دايز ويك. نعم. انه 4 دايز ويك. طب لا يا اخي طولوا بالكم، شو بدنا نعمل يعني بهذا الموضوع؟ شان بس اذا بدنا نحكي عن النقاط يلي
تنخلق هيدا التوازن. واكيد في كثير اليوم مؤسسات بلشت تكون واعيه على الموضوع، تشتغل على هالموضوع. صح. يعني بين الشق المهني والشق الانساني، مش رح اقول عاطفي ابدا، هو شق نعم. انساني مثل ما ذكرت. صحيح. بين قيم، بين حياه، بين مشاكل الحياه، بين مشاكل المجتمع اوقات يلي بتاثر كمان. صح. مثل المشاكل يلي مرق فيها العالم كوفيد، ونحن هلا بالازمات الاقتصاديه المتتاليه. نعم. كيف بدنا نخلق هالتوازن؟ شو دور الشركه بالاساس والتيم ليدر القائد الفريق؟ رانيا، هي ثقافة الشركة. يعني شو يعني ثقافة الشركة؟ يعني طريقة تفكير رب العمل. نعم. صاحب الشركة، الشريك، المدير العام، سميه اللي بدك إياه، بتعكس كتير كيفية مقاربة الشركة أو البزنس لموضوع هالتوازن. طبعا بذات الوقت رئيس الفريق أو مدير الفريق كمان له دور كتير كبير إنه يبني هيدا النوع من التوازن بشكل أساسي. نحن بعالم الأعمال خاصة بإدارة المورد البشري وبإدارة الفريق على طول بنوقع بتحديات وبدايلماز. هالدايلماز منا سهلة، عشان هيك نحن بنقول إنه مش مهم كان بيقدر يعمل مدير، لأنه اليوم أنا كمدير كقائد فريق أنا بوقع بين إذا بدك تحدي إنه يكون لطيف، وإنه إيه أوكي إذا حدا مريض أو حدا بده متضايق أو حدا مزعوج إنه يكون عم سهل له أمور، وبين متطلبات الانتاجيه اللي هي 100% مضغوط انا او مطلوب مني اني اعملها. فاليوم منا هالقد سهله، لا قادر اوصل لبالانس، بده يكون في تعاون بين ثلاث اطراف، بين رب العمل، بين قائد الفريق، وبين عضو الفريق، يعني بين الفريق بحد ذاته. لانه كمان الموظف، نحن بنعرف انه في موظف انتاجر وبيعمل شغله بكل يعني شفافيه وبكل اخلاقيات، وفي موظفين يعني على طول بحاولوا يلاقوا الثغره بالقانون ليقدروا يستغلوها. نحن هلا بنعاني منه كمسؤوليه او قاده فرق، يعني قائد الفريق بده على طول يزين مين الشخص اللي بالنهايه انت منك جادج يعني لحتى هلا تقدر تزيني. بالمقابل كمان بده يكون في قائد الفريق عنده ثقه بذاته وقدره على بناء فريقه ليقدر يوازن بين المتطلبات العمل وبين الحالة أو التوازن مع الموظف. وهيدي اللي كتير من قادة الفرق ما بيعملوها، لأنه إما أوقات بيغرقوا من وراء الضغط اللي بيجي من فوق إنه إنتاج إنتاج إنتاج، إما حالتهم أو شخصيتهم الكاركتر الليدرشيب كاركتر تبعيتهم هي كتير بتحب إنه الظهور وتفرجي إنه والله أنا ليش عم بعمل عم شغل للموظفين 12 ساعة وأنا كتير برافو وزقفولي. فهيدي كمان من التحديات اللي ومنشان هيك يمكن هون بيقف حيط بين الموظف والتحفيز. يعني هون ما بيعود بيقدر يحفز. لما بنحكي تحفيزنا يعني مش انه نحن عم نترك الموظف على سجيته كمان. صح. حتى يكون في ايضا توازن بينه وبين غير الموظفين، بدنا نعرف الامور، بدنا نعرف. يعني مشكله كثير كبيره رانيا بعالم الاعمال هو عدم تحديد واضح لبعض الترمينولوجيز يلي تستعمل بعالم اعمال، انه التحفيز موتيفيشن. شو يعني موتيفيشن؟ شو يعني موتيفيشن؟ ليه بعمل موتيفيشن؟ شو لازم اتوقع من الموتيفيشن؟ وقد ايه لازم الموظف يتوقع؟ في موظفين بيعتقدوا انه انا بدك تعمل لي موتيفيشن لاشتغل، خي لا انت بدك تكون جاي اصلا لعندي موتيفيتد، انا بحفز لك الموتيفيشن بزيدك، مش انه انا بدي اجي ادفشك لتشتغل، انت بدك جاي تشتغل بس بدفشك لقدام بحترمك. يعني اصلا ما بدنا نرجع للنظريات الكلاسيكيه تبعت هيرزبرغ او مازلو او هالامور كلها سوا يلي بتقول انه اليوم بينت انه الامور المتعلقه بالعلاقات، بالتواصل، بالاحترام، بالريكوجنيشن اهم بكثير من المصاري ومن الدوام ومن العطل. فالموظف بهمه انه تكون كرامته محترمه ويكون حدا مقدر 100%، وهيدي علميا يعني تم برهنتها مقارنه من انا اجي اعطيه مصاري. في شركات رخي مع انا عم بعطيك مصاري لازم تضلك تشتغل 20 ساعه، ما المساله مصاري كل الوقت. من شان هيك اليوم شفنا نحن بلبنان حتى اشخاص على اول هيك دعسه ناقصه تركوا شغلهم، واشخاص بعضهم باقيين بالرغم من كل الظروف الصعبه الاقتصاديه والمعاش اللي نزل ويمكن ما بقوا بيقضيهم معاشهم، ضلوا لويالتي الوفاء. نعم. شارل لا شركه معينه او لعمل معين، ليه خايفف هالقد بهالفتره؟ ليك لانه اخر كم 10 سنين يعني. لانه اللويالتي هو اتس تو واي هاي واي، اتس ميوتشوال. يعني مثل ما طبعا نحن كموظفين نتوقع انه نكون او يتوقع منا انه نكون لويال لشركتنا، انه لانه بالنسبه لرب العمل ما انا موظفك وانا عم بدفع لك وعلى هيدا، بس كمان المقابل مطلوب، كمان لازم يكون في لويالتي من رب العمل للموظف. نحن شفنا حالات للاسف كثير بلبنان انه بس هزت الامور كلها سوا
صارت حارة كل مين ايده له، ما اعرف اذا بتعرفي. وحتى في 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 موظفين انه 20 و30 سنه هن اول عالم طاروا اول ناس طاروا، انه رب العمل اظهر اظهر عدم لويالتي بعض ارباب العمل، وانا بعرف بعض ارباب العمل بالعكس اصروا انه يحافظوا على الموظفين، ويعني يحاولوا بالتي هي احسن يقدروا يوازنوا بدفع المعاشات ليقدروا نقطع هالمرحله، لانه كثير مهم نفهم انه هيدي مرحله. This too shall pass. وهيدي كمان ضمن العمل كفريق، يعني اليوم إذا قدرنا نوازن مثل ما ذكرت بين أشخاص بالشغل، يعني هون نقلل شوي، هون نزيد شوي، هون نحافظ شوي، كمان هيدا التعاون قد ايه حلو بيكون. هيدا صلب الإدارة، لأنه أوقات بدنا نحتاج عن جد لسكيلز غير سكيلز الشغل، قدرات غير قدرات الشغل، بدنا نحتاج إنه نوقف حد بعض، ندعم بعض، نكون متضامنين ونكون عنا انتماء أيضاً للشغل يعني، وهولي كمان أمور بينشغل عليهم. صحيح. قبل ما يخلص وقتنا إذا قدرنا بنرجع بنحكي عن هالموضوع، بس قبل ما ينتهي وقتنا بدي أحكي عن الكونفليكت ريزولوشن أو حل النزاعات بفريق العمل، ما بيخلى الأمر. أكيد. اصلا اذا في فريق عمل ما في كونفليكت ريزولوشنز، مع كل معناتها كل الشباب روبوتس. فهيدي موضوع الكونفليكت ريزولوشن، هو بالعكس هو جزء من الابداع والابتكار اللي بيخلق بمكان العمل. طبعا في نوعين من الكونفليكت ريزولوشن، في الكونفليكت ريزولوشن اللي هو ناتج عن خلينا نقول تفاعل مش تضارب، تفاعل الافكار بين الافراد. عم نحكي عن النزاع ليش بيخلق يعني، من وين مصدره، لانه لنقدر نعالجه بدنا نفهم انه كمان نميز، ما فينا نعمم بكل الاحوال. فانا لا اقدر افهم اول شيء النزاع شو مصدره، فالنزاع ممكن هو نتيجه تفاعل على فكره معينه، على طرح معين، وهذا مفروض يدعم ويؤدي للابتكار وللابداع، يعني كرياتيفيتي اند انوفيشن. وفي عنا نزاع تاني، هيدا نزاع شخصي مرتبط بأمور شخصية، بأمور متعلقة بنقص مهارات التواصل أو التوضيح أو الفهم، أو بنقص الإجراءات والسياسات الواضحة اللي بتوضح للموظف وللمدير وين هو الملعب اللي بده يلعب فيه، أو لأجندات خاصة بيكون هيدا بيكون يعني طبعا المدير او الموظف عم يلعبها، لانه مش بس المدير بيلعب عنده اجنده، كمان الموظفات الموظفين كمان اوقات بيكون عندهم اجندات. فخلينا نميز بين اثنين، الكونفليكت يلي بيخلق عن تفاعل افكار هيدا صحي وضروري، واذا مش موجود معناتها في يس بيبل بالاوضه، يعني في مدير بيقول شو رايكم نطلع على القمر، كل الناس بيقولوا له ايه يس يس نطلع على القمر، هيدا منه فريق، هيدا شموليه وديكتاتوريه. اما الكونفليكت اللي بينتج من وراء هالتصارع، هون بدنا نروح على اسبابه، ممكن ما تكون اسبابه شخصيه، لانه كثير اوقات بنفكر انه الكونفليكت هو اسبابه شخصيه، لا، اوقات بيكون في نقص باجراء معين منه مكتوب بينحل دغري بينحكى فيه. بس هون كمان التحدي هي، لكن هيدا بده موضوع لحاله اكيد، بده يكون عندك يعني الجرأة لتقدري حل الازمات بقلب التيم، هيدا بدنا نخصص له، لانه في اسباب، في طرق، في تداعيات، في 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 بدنا نشوف موضوع موضوع نشتغله لحاله. اذا كنا عم نحكي لكينا عن الوفا والانتماء ومحبه الشغل، محبه بعضنا كمان بالتيم، محبه هالمدير وغيره، يعني كل شيء هيدا فايس فيرسا. صحيح صحيح، كله ميوتشوال. بس كيف بده يخلق هيدا الموضوع شغل، خصوصي للموظفين جايين جديد كمان يعني. ليك كل شيء بيخلق وبيتمتن بالصدق، بالأونستي، اوكي. السلام، خلينا يعني ما بعرف قديش بعد عنا وقت اكزاكتلي قديش بعد عنا وقت، بس خليني اقول انه الكوجنيتيف الكوجنيتيف موديل، انه النموذج الادراك الاساسي يلي بيتعرف من خلاله السلام الداخلي او السلام بين الناس، مبني على ثلاث محاور أساسية، هو تراينجل، هو أنه يكون في وحدوية بين اللي منفكر فيه واللي منشعره واللي منقوله أو منتصرفه. إذا كانوا هؤلاء ثلاث إشياء هن ذاتهم، بيكون في سلام، بيكون في honesty. بس إذا أنا اللي بفكره غير اللي بحسه، واللي بحسه غير اللي بتصرفه، أكيد اللي حيكون في conflict بالنسبة للموظف الجديد أو بالنسبة للمدير أو بالنسبة لأي إنسان. التفاعل ببطل شفاف وببطل في honesty. فنحن لنقدر نخلق honesty ونقدر نخفف من الكونفليكت بالتفاعل بين الأشخاص، كتير مهم أنه نكون صادقين من خلال هالتراينجل الإدراكي اللي مفكر فيه اللي منحسه ما في شك شال أنه نحن اليوم وصلنا وضروري نقتنع بفكرة التريننج فور لايف، التدريب مدى الحياة، لأنه الحياة عم تتغير بشكل كتير سريع. صح. ونحن أوقات عم تسبقنا يعني، فاليوم أي موظف، أي شخص عم يعمل، أي مدير، أي وين ما كان،
ضروري يرجع هو يعيد النظر بحاله، يكون انسايتفول، يعرف هو شو نقاط ضعفه ونقاط قوته، يشتغل عليهم ان كان ليتطور او ان كان ليحسن علاقته بالاخرين. وهي بدها شجاعه كثير، هيدي بدها شجاعه، وهيدي دائما كمان عم نحكي عنها، وبدنا اكيد نضل نتابع ونحكي عن تريننج فور لايف. شارل صليبا اختصاصي ببناء القدرات والتدريب، دايما مواضيع يعني مميزة ودايما هيك الكونتنت نحن كلنا بنتعلم منه. شكرا شكرا لك، رح ناخذ بريك.